هحكي لكم عن شخص أدمن المخدرات لمدة 6 سنين لدرجة إنه فقد كل حاجة حلوة في حياته. بس تعالوا الأول نسأل نفسنا سؤال، إيه هو مرض الإدمان؟ وإيه هو التعريف العلمي لكلمة إدمان؟ وهل يا ترى الإدمان ده سوء سلوك ولا سوء تربية ولا بجد مرض؟ طيب، الإدمان مرض مزمن ومتفاقم ومميت ولا شفاء منه، ولكن يمكن محاصرته عند حد ما، وعند إذن يكون التعافي ممكنا. تعالوا بقى ناخد التعريف ده بالظبط، هو نفس تعريف مرض السكر. مرض السكر برضو مرض مزمن، يعني هيفضل معايا طول العمر، ومتفاقم يعني لو أهملته هيزيد، ومميت يعني لا قدر الله ممكن يؤدي إلى الوفاة، ولا شفاء منه، يعني مش هاجي في وقت من الأوقات وأقول أنا خفيت من مرض السكر. ولكن يمكن محاصرته إن أنا لو واظبت على الأكل، على الدواء، على النوم في مواعيد منتظمة أقدر أتعافى من مرض السكر. طيب، هو إحنا عندنا كم نوع إدمان؟ وهل يا ترى الإدمان هو إدمان المخدرات بس؟ الإحصائيات كتير جداً، بس العدد بيتراوح من 40 ل60 نوع إدمان، زي إدمان القمار، إدمان الإنترنت، إدمان الشوبينج، إدمان الأكل، وأنواع كتير تانية. في سؤالين مهمين جداً لازم نقف عندهم. أولاً، هي إيه أسباب مرض الإدمان؟ مرض الإدمان بيحصل بسبب تعرض الشخص لأحد أو بعض الانتهاكات اللي أنا هذكرها دلوقتي. عندنا انتهاك جسدي، وده زي عقاب الأهل لابنهم بشكل مبالغ فيه. وعندنا انتهاك اجتماعي، زي المشاكل الأسرية اللي بتحصل في البيت أو غياب الأب أو الأم عن المنزل. وعندنا انتهاك نفسي، وده زي تنمر الأطفال على بعضهم البعض في المدارس. معنى كلامي إن الإدمان مجرد عرض. يعني إيه؟ يعني مش بالضرورة إن أي شخص اتعرض لأحد أو بعض الانتهاكات اللي أنا ذكرتها إنه يبقى مدمن. لكن حسب إحصائيات المجلس القومي للصحة النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية بيقول إن 75% من الأشخاص اللي تعرضوا لأحد أو بعض الانتهاكات دي عانوا من الإدمان بشكل أو بآخر. طيب، السؤال الثاني، إيه هي المؤشرات والأعراض اللي لو ظهرت على شخص لازم ناخد بالنا؟ عندنا مؤشرات زي التدهور في المستوى الدراسي أو الجامعي. يعني إيه؟ يعني ممكن نلاقي الشخص بيتدهور في دراسته، وده بسبب غيابه، كتر غيابه عن الجامعة أو المدرسة. بيحصل تغير في كمية وتناول الوجبات خلال اليوم، بيبقى فيه عصبية مفرطة، بيبقى فيه كذب، بيبقى فيه دايماً مش قابل الكلام من أهله. طيب، الشكل دوت بيخلي الشخص بجد، يعني دي من المؤشرات اللي لو شفناها لازم كلنا ناخد بالنا. طيب، هل معنى كلامي إن المؤشرات دي لو ظهرت على شخص يبقى الشخص ده بيعاني من مشكلة إدمانية؟ لا، بس في أعراض ممكن تظهر بعد المؤشرات دي، لازم ساعتها بجد نخاف وناخد بالنا بجد. الأعراض دي هي الإحساس بالذنب، العزلة والوحدة، والانحلال الأخلاقي، والإنكار، والتدهور، والاستبدال. الأعراض اللي أنا ذكرتها دي كلها ظهرت على الشخص اللي كنا بنتكلم عنه. الشخص تحول من شخص اجتماعي لشخص دايماً بيميل للعزلة، مش عاوز يقعد مع حد. حتى لو قاعد وسط ناس، هو قاعد في عزلة. بدأ يفقد كل المبادئ اللي في حياته. بدأ يحاول يحل مشكلته، لكن للأسف كان بيخرج من مشكلة يخش في مشكلة تانية، لأنه كان بيحل غلط. الشخص، الأعراض اللي احنا ذكرناها ديت كلها ظهرت على الشخص اللي كنا بنتكلم عنه. طيب، بعد الأعراض ديت الشخص وصل لمرحلة إنه بجد فقد أي أمل في حياته، خلاص هو ما بقاش عاوز يعيش. طيب، يا ترى هو إمتى نقدر نقول إن محب الأكل أو مستخدم الإنترنت أو الشوبينج عنده مشكلة إدمانية؟ إجابتي على السؤال ده ببساطة جداً، لما نلاقي إن الشخص دوت بيفقد مبادئه، نلاقي الشخص دوت مش قادر يمارس حياته بشكل
طبيعي. احنا في مجتمعنا للأسف لو شكينا ان شخص بيعاني من الإدمان بنكذب نفسنا. ليه؟ خايفين من عيب. طيب لو اتأكدنا بنرفض العلاج خوفا من الفضيحة، مع ان محدش بيخاف يتعالج من مرض السكر. احنا في احسن الاحوال لو خدنا قرار بالعلاج بنعالج غلط، لاننا مش عارفين ايه هي جوانب مرض الادمان. مرض الادمان مرض جسدي وعقلي وروحاني. التلات جوانب دول بيجتمعوا في اصعب واخطر انواع الادمان، وهو ادمان المخدرات. معنى كلامي ان مش كفايه ان الشخص يخش يعمل اعراض الانسحاب اللي هي يعالج الجزء الجسدي في مركز لسحب السموم ويخرج، لانه بكده هو حل جانب واحد او حل مشكله واحده من التلات جوانب. بيتبقى الجزء العقلي والجزء الروحاني لسه ما تحلوش، وهم اصلا الاساس في الخلل، الجزء العقلي والجزء الروحاني. طيب بعد ما الشخص دوت بعد ما وضحنا شكل الاعراض وشكل المؤشرات، تعالوا نشوف الشخص دوت لو لقينا شخص بيعاني من مشكلة بس مش إدمان مخدرات. الشخص اللي اتكلمنا عنه ده بيعاني من إدمان المخدرات. طب لو شخص تاني بيعاني من أي مشكلة تانية، إدمان إنترنت، إدمان شوبينج، إدمان قمار، أي نوع من أنواع الإدمان، الشخص ده بيبقى بيحاول يسد فجوة في شخصيته، أو بيبقى بيحاول يحل المشكلة ولكن للأسف بيحلها بطريقة غلط. ليه؟ لأنه بيحاول يحل جانب واحد من الجوانب. ده حتى بيوصل لمرحلة إنه ما بيبقاش عاوز يتعالج، لأنه للأسف بيبقى بيشعر بلذة مفرطة من خلال سلوكه الإدماني. تعالوا بقى نرجع للشخص اللي كنا بنتكلم عنه. الشخص دوت بعد محاولات كتير من التبطيل أو إنه يتعافى من المخدرات، الشخص ده قرر بعد ما حاول يبطل بكذا طريقة، أولهم مثلاً إن هو دخل مستشفى قعد فيها فترة سحب السموم وخرج، ونفس اليوم اللي خرج فيه رجع تعاطى فيه، ودخل مستشفى للمرة الثانية ونفس اليوم اللي خرج فيه برضه رجع تعاطى فيه، لدرجة إن في من ضمن المحاولات هو وأهله قرروا إن هم ياخدوه ويروحوا يعملوا عمرة، ونفس اليوم اللي رجع فيه من العمرة هو نفس اليوم اللي خد فيه مخدرات. للأسف هو كان فاكر إنه لما يوقف السلوك ويغير المكان هو كده بيحل. لا، هو كده كان بيوقف السلوك بس وما بيحلش المشكلة الأساسية. في الآخر خالص بعد كل المحاولات الفاشلة دي قرر يحل بطريقة مختلفة شوية. إيه هي؟ قرر يخش حاجة اسمها ريكفري هاوس. الريكفري هاوس هو من الأماكن القليلة جداً اللي فاهمة طبيعة مرض الإدمان، عارفة يعني إيه التعامل مع مدمن مخدرات. لأن ببساطة جداً القائمين على العمل أصلاً جوه الريكفري هاوس بيبقوا مدمنين متعافين، ناس عدوا بنفس التجربة وعندهم الوعي ونجحوا وبقى عندهم أمل. هم فكرة العلاج أصلاً في الريكفري هاوس مبنية على موضوع بسيط جداً، بيقولوا إن المدمن المتعافي هو الأقدر على فهم ومساعدة مدمن نشط. ومن هنا بعد ما دخل الريكفري شاف ناس شبهه بالظبط، وشاف ناس مشكلتهم أكبر من مشكلته كمان، بس لما لقاهم حلوا المشكلة هو كمان جاله أمل إن هو مشكلته ممكن تتحل، فبدأ يحس إن خلاص أنا لقيت ناس شبهي، أنا ممكن أحل المشكلة بجد. الشخص اللي كلمتكم عنه ده هو أنا، واللي أنا حكيته ده هو أنا. القصة اللي اتحكت دي هي قصتي بالظبط بتفاصيل تانية كتير قوي. أنا بفضل الله ومساعدة بعض الأشخاص في حياتي واتباعي لبرنامج الـ 12 خطوة وبعض البرامج متعافي بقالي 12 سنة و17 يوم و3 ساعات
واربعين دقيقة. الحمد لله ربنا وفقني، أسست مركز لعلاج الإدمان، ساعدت أكتر من 150 شخص إن هم يتعافوا من المخدرات. في سؤال مهم هسيبكم تفكروا فيه، هو إحنا ليه لما بنقابل مريض سكر بنقول له أنت تستاهل العلاج وبنحترمه، على العكس تماماً لما بنشوف مريض إدمان بنبص له بصة مختلفة؟ لازم كلنا النهاردة يبقى عندنا الوعي الكامل إن الإدمان مرض مزمن ومتفاقم ومميت ولا شفاء منه، ولكن يمكن محاصرته عند حد ما وعند إذن يكون التعافي ممكناً. وشكراً.